أنا الآن في أطلنطا أكواريوم، يمكن هذا كان أكبر واحد في العالم في فترة من الفترات، يمكن أول ما بني قبل 10 أو 15 سنة، ولكن يعني شغلات غريبة لا تصدق هذا اليوم. شوف ما أجمل هالمنظر، منظر جدا عجيب وغريب. لكن بالنسبة أتوقع يسمون جيلي فيش. شوف ما أغرب هذا المنظر. صراحة غريب عجيب. Oh, that one's in a ring.